أهيب بشكل خاص بدور النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين الجزائريين لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها بدءا من التعريف بها وبطرق إلزام المستخدمين على احترامها وعلى صون كرامة المنتسبين لمهنة الصحافة. إن عدم فعالية بعض التنظيمات النقابية وجهل العمال لا سيما حديث التجربة بحقوقهم أدى إلى مأساة اجتماعية جراء تسريح منتسبين لقنوات خاصة نتيجة عدة أسباب كتعرض ملاكها للإفلاس أو لمتابعات قضائية في جرائم مختلفة. وكما يعلم الجميع فإن الوزارة ولاعتبارات إنسانية بحتة بذلت جهدا معتبرا لإعادة توظيف عددا من الصحفيات والصحفيين والمهنيين الذين كانوا مرتبطين قانونا عفوا بقنوات خاصة.